الحسد وروحين في روح اقوى من الحصار والدمار واقوى من كل المؤامرات تظهركم وارادتكم في مواجهه اعتى اله من الشر بالدفاع عن شعبها اين دور السلطه في هذه المرحله ام هو مغيب ام ان كل فرد اي شعبنا ان ينوبوا عن السلطه في الدفاع عن انفسهم وفي اخذ زمام الانتفاضه المباركه والمقاومه الدافئه لقد عادت الانتفاضه قضيتكم الى واجهه الاحداث في العالم واسقطت كل الرهانات المجنونه على التعايش مع هذا العدو المجرم وفرضت عليه مزيدا من العزله في العالم وشهد القائد اياد حرمان من اصطحاب سرايا القدس الجناح الاسد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المجاهدين. إله بين الشهداء يبرد محمد في غزة فيجيب إياد في جنين أبواعش الشهادة.